فين؟ انت عندي فين؟ كل مرة كنت بتقل مني كنت بتزعلني اكتر. انت عارفة انا زعل وحش تنجربه. قد كده انت زعلت وخفت من اللي انا عملته في نجمي؟ لسه وقت الحساب بينا ما جاش يا مروان. قبل ما نتحاسب انا عايز اقول لك على حاجه. انا مفيش حاجه بيني وبينك شخصيه، ده بيزنس. انت كنت في طريق وانا كنت في طريق، وفجاه الطريقين اتلاقوا. بس للأسف واحد بس اللي ينفع يكمل، أكيد الواحد ده هو أنا. أنا كنت بدور على دكتور الشمال، صدفة بقى إن الدكتور ده يطلع جوزك، فأنا أعمل إيه؟ أنا ذنبي إيه؟ يا ريتك شمال، كان في حاجات كتيرة جدا ممكن تتغير، عشان كده أنا سبتك تمشي. حتى وانت فاكر انك بعيده كانت عيني عليكي برضو. مش بعد اللي حصل من اللي انا رجعت نفسي وبصيت لك اكتر، عارفه لقيت ايه؟ لقيت واحده مش امامها اي حاجه وبايعه الدنيا باللي فيها، مع ان اخر مره خارجه من تحت ايدي خرابه. انا مش فيه عشان ما عنديش حاجة أيد عليها معاك. عندك ست بس ناسية، واضح إن الزوان ده خليك مش فاكرة أي حاجة. عندها ولا ما عندهاش؟ عندها طبعا أمار. اتفرج على عندها أمر ندى. صح حقيقة أمر ما شاء الله عليها، طلع لك مش طلع لأبوها. بصي ليش كده؟ أنا نفسي ما أعرفش إنها كانت عايشة. لو بنتي حصل لها أي حاجة الورق هيروح للداخلية. الكلام ده قبل ما تاخدي شيكة العمليات وصفقات الدواء، قبل ما عقلك يصور لك إنك ممكن تلعبي عليا. بقيت خايبة، مش عارفة تحسبيها كويس، مش بتميزي. المرة دي اللي هيضيع مش عقلك ولا جوزك، اللي هيضيع بنتك. بنتك هتضيع، فكري. مش عارف اقول لك ايه، بس انت صعبت عليا وانا عايز اديكي فرصه. عايزه تجيبي الورقه وتاخدي بنتك، اهلا وسهلا، انا ما عنديش مانع على فكره خالص. عايزه تنشفي دماغك براحتك، بس لا انت ولا بنتك هيرفع عليكوا شمس. قلت ايه؟ ماشي، انا هعتبر السكوت ده علامه رضا وانك موافق. الورقة فين؟ الورقة فين؟ في خزنة جوا بنك باسمي. شفت ايه؟ شفت الموضوع سهل ازاي؟ مش النهاردة من بكرة مش هتفرق. بكره تروح معاها وتجيب الورق، ولحد ما تجيب الورق انت في ضيافتي. خد راحتك على اخر، سلام مؤقت. إذن حلاني